أخبار اليوم. فاكرين كابتن شطة والخطيب؟ اللي دايما في انتقاد بين الأجيال القديمة للأجيال الجديدة بالنسبة لشكله وقصة شعر اللاعب الغريبة، وليه الجمهور بيركز على قصة شعر اللاعب أكتر من أدائه في الملعب، وليه اللعيبة بيعملوا القصات الغريبة ممكن تكون سبب تميزهم لجمهورهم؟ تعالوا نشوف رأي الجمهور على قصات شعر اللعيبة كرة القدم. لا، هو من ناحية الشعر وقصات الشعر ديت، انا من وجهة نظر انا كمثل لعيب او بعيد عن الكورة الوقت بتكلم فيها، ان انا مثلا من الجمهور او من الشارع، دي حاجة حرية شخصية ان اللعيب يعمل شعره كده يعمل شعره كده، المهم اداؤه في الملعب. بس احنا عشان مجتمعنا وعشان احنا العادات وتقاليد عندنا، فاحنا بنتكلم في حته الالوان لون الشعر، وده عامل لون شعره كذا، لا بص ده عامل ازاي. طب ليه احنا ما نركزش في حته اداء اللعيب؟ ليه ما بنركزش في الحته دي؟ خصوصا ان احنا عندنا لعيبه الوقت الكوره تطورت في العالم كله، ففي لعيبه كبيره في العالم زي كريستيانو رونالدو، زي مثلا لما نيجي نتكلم على برومي بيتش، فاللعيبه دي كلها كشعر طويل وكشعر كشعر تسريحات الشعر، في لعيبه طبعا بتحب اللعيبه دي جدا. انا عايز اقول لك على حاجه بقى صراحه، يعني مو ينفع ترتبط بحد عامل قصه غريبه. مثلا في ناس ماشيه في الشارع عامله قصات يعني منتقده تماما، بس وناس كتير يعني بتتجادلهم بألفاظ خارجه كتير، بس في اول الاخر حريه شخصيه لاي حد ايا كان هو مين، سواء لعيب كوره او اي حد. ممكن ترتبط ببنت تكون عامله قصه غريبه وتكون شكلها غريب وملفت في الشارع وترتبط بيها عادي، مش مشكله. في بنات كتير عامله قصات شعر غريبه والوان غريبه والكلام ده كله، بس هي دي حريه شخصيه بتاعتها برضو، دي حاجه ترجع لها هي. ترتبط بيها؟ انا لا. لا مش حلوه خالص، انتشرت كتير مبقتش حلوه. تتجوزي واحد عامل القصه دي؟ لا. تتجوزي واحد عامل قصه دي؟ لا. ما انت عامله قصه غريبه؟ لا مش قصه غريبه والله، ده شعري بس لما لفوق عادي. طب وايه يعني لما الراجل يعمل قصه غريبه؟ لا بس في حاجات شكلها بيبقى مستفز. يعني لما تتجوزي واحد عامل شعره طويل؟ لا انا مش همشي مع واحد في الشارع شكله زي كده. انت مركبه لينسز هو غريب وقصه شعرك على الموضه؟ هي بنت مركبه لينسز. اوكي همشي مع ولد مركب لينسز او عامل شعره فلو؟ لا طبعا. يكون فتى احلامي شكله ايه؟ شكله مشاهير. بس اوريدي مكتوبه انت كده هتبوظي لها الدنيا. صح لا لا طبعا مرفضوش، يا نهار ابيض. يعني لاعب الكوره عادي مفيش مشكله، مش هترفضيه عشان قصه شعر؟ لا في فرق كبير. ممكن لا كريستيانو هي هتبقى موافقه. انا اللي راح اتقدم. زي الزفت. وبقول لاخويا او حبيبي مرتضى منصور والناس دي كلهم، سيبكم من الحاجات الشخصيه بتاعت اللعيبه، سيب اللاعب يعمل اللي هو عايزه، فدي حريه شخصيه. هو انتوا الاعلام بتسوقوا الناس لحاجات معينه وحاجات لا؟ واحنا صغير اسمعي خلينا اكمل، واحنا عيال صغيره في المدرسه. لا انا واحنا عيال صغيره كان يقول لك لازم يقص شعرك. طب ليه يا عم قص شعري؟ الكلام ده مش هيطلع صح؟ طب والله العظيم المفروض الكلام ده يطلع. والله لا يطلع. اه بقول لك ايه بقى، بصي يعني في حاجه اسمها حريه. انت عامل قصه شعر غريبه اصلا. انا مش غريبه ولا حاجه، ده انا ما سرحتوش وما حطيتش عليه ميه. انا الحاج بينزل كده سريع سريع يعني. انا بصي مش جل يعني عايز تضربش جل يا شيخه؟ حرام عليكي، جل انت بقى. هو اللي يقول رايه بصراحه تزعله؟ طب هو الراجل شايف نفسه انه شكله كده احلى، ايه الغلط فيه؟ عمل شعره احمر، عمل شعره نص، عمل شعره مش عارف ايه. هو سؤالي، ترضى ان انت تمشي مع واحده في الشارع عامله قصه شعر غريبه وترتبط بيها؟ ايه غريبه يعني؟ ايه غريبه؟ ايه هو الغريب؟ الغريبه دي قرعة خالص يعني؟ ليه؟ الله سيبوا التقدم بقى، سيبوا ناخد فرصتكم. يا الله سيبوا ناخد فرصتكم. لا خذوا الكوره كوره قويله. في منهم كويسه وفي منهم وحشه يعني. استنى بس، قصات الجديده، القصات الجديده بتاعت اللعيبه. قصات مين؟ انا مش قايل لاصحابي ان انا نازل وانت جاي تصوريني وقادر تدعوني كده. قصات زي الفل وانت راجل زي الفل. لا طبعا. لا لا طبعا. واحده كمان. لا يا لطيفه يا لطيفه. نو ليه؟ بالعكس بقول احنا مش هنرتبط ببنت عامله قصه غريبه. مش عامله قصه غريبه. لا انت عامله قصه. لا مش عامله قصه. لا انت عامله قصه. لا هو ولد، في ولد بيضفر شعره مش راجل يعني. بصي لي بس وانت بتكلميني، بصي لي.
مش ناوية. يعني لو قصته العادية أحسن، لو يربي شعره برضه كلاعب كرة أحسن، مش مع الموضة بس يعني حاجة يعني محترمة مش خط.